التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في العاصمة البريطانية لندن مع نائب رئيس مجلس العموم السير ناجيل إيفانز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إليشا كرينز والنائب رحمان تشيشتي رئيس المجموعة البرلمانية في مجلس اللوردات ومجلس العموم للعلاقات مع دولة الكويت وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم. وتم خلال اللقاء استعراض أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة والروابط العميقة بين شعبي البلدين الصديقين والجهود المبذولة لتعزيز المسيرة التاريخية للعلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة.